مشاهدينا الحلوين الطعمين، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده ورحله جديده من رحلتنا السعيده. يلا بينا على طول نبتدي بقى بالاسرتين اللي معانا، نتعرف عليهم ونعرف مين منورنا النهارده في رحلتنا. نبتدي باسره الاستاذه ساندرا. هاي ساندرا، ازيك؟ الحمد لله. احنا عارفين على نفسك كده، قلنا عندك كام سنه وفي سنه كام، بتحبي تعملي ايه كده يعني؟ بحب العب جمباز وانا في سنه في برايمي 2. واسمي ساندرا عبد الرحمن. يعني عندك كم سنه كده؟ 7. 7، ماشي اوكي. واخوكي اسمه يامن. يامن عندي 9 سنين. اوكي، بتحبي تعمل ايه يا استاذ يامن؟ بحب العب كاراتيه وسباحه وكوره. وكوره. انتوا اسره رياضيه بقى، بتحبوا تلعبوا رياضه انتوا؟ ها، شطاره وحلاوه. ماشي. ماما ريم. ريم محاميه. محاميه، اهلا وسهلا ست محاميه. اهلا بيكي. وبابا عبد الرحمن طه. أكيد. مدير مالي. مدير مالي، محاسب. ارقام وحاجات، ربنا يكون في عونكم. طب ماشي، حلوه قوي. دي الاسره الاولى معانا. الاسره الثانيه الاستاذه الفنانه الصغيره، اسمك ايه قولي لنا؟ اسمي ليا. وانا أنا بعمل مسلسلات اختيار 3. ياتي، أنا بعمل مسلسلات اختيار 3. أنتي طلعتي في مسلسل اختيار 3 صح؟ طلعتي بقى إيه؟ بنت كريم عبد العزيز. بنت الفنان كريم عبد العزيز. وكنتي شاطرة بقى وعارفة تمثلي وكده؟ وكان إيه إحساسك وأنتي بتمثلي في مسلسل عظيم كل الناس بتتفرج عليه؟ أنتي مبسوطة؟ أوكي، وأصحابك قالوا لك إيه؟ حلو. انت عشان انت كنتي حلوه. طب قولي لي بقى عندك كام سنه يا استاذه؟ عندي 8. 8، وجايه النهارده بقى عشان تلعبي معانا؟ والله ده شرف لينا يا استاذه ان انت منورانا عشان نلعب بقى سوا مع بعضينا ونشوف بقى حاجات كتيره جدا جدا جدا. ماشي استاذه. انا اسمي نايا. عندي 9 سنين. وانا بحب العب سكواش وباسكت بول. وسكواش وباسكت، يا ولد رياضيه برضو. اخبار الفن ايه، زي اختك فنانه برضو ولا مش قوي؟ مش قوي يعني. مش قوي اللي بتقول مش قوي. اختها بتقول مش قوي. اوكي ماشي. شوف الموضوع ده. نشوف نجمه بقى، نجمه صغيره معانا. اوكي ماما. مي يونس، انا شغاله في بنك. اهلا وسهلا، بنكير. ايوه استاذ حسام سويدان، برضه مجال البنوك. برضه بنوك بقى. احنا هنا بنوك. طيب حلو جدا، احنا عندنا النهارده كوربريت اسر، يعني ايه في القطاع المالي، ولا نشوف بقى الحسابات عامله ايه مع بعضها. انا شخصيا بدوخ في الحسابات، فهنركز في اللعب بقى بتاعنا احنا، وهنعمل بقى الحاجات اللي احنا متعودين عليها طبعا في رحلتنا السعيده. نبتدي على طول بقى ايه، احب انا على طول كده اخش في الموضوع واتعرف على الاسره اكتر واشوفهم عارفين بعض اكتر ولا لا. استاذ عبد الرحمن، قول لي ايه اكتر كرتون بتحب تتفرج عليه ساندرا؟ كرتون. بتضحكي على ايه؟ بتضحك. شخصيه اسمها ريبونزل. ريبونزل. ريبونزل ده بجد؟ تحبي ريبونزل انت؟ اوكي. وفروزن عشان شعرها طويل زيها. ماشي ماشي. بابا قول لي ايه اكتر شخصيه فنانه بتحبها ليا جدا، فنانة او فنان يعني؟ هو السؤال ده صعب شويه على الضباط يعني، بس انا بشوفها بتتفرج على واحده اسمها ليا زيها كده. ليا برضو. بس حاجه كده المفروض هي معروفه، انا ما اعرفهاش. يعني ليا ده مش كرتون؟ لا لا لا. حاجات كده فيديوز برضو. دي ايه دي، انفلونسر يعني؟ يوتيوب. قوليلي بقى يا ليا. طب كويس انك عرفت اسمها والله. طيب ماما قولي لي بقى، يامن ايه اكتر حاجه بتضايقه من صحابه؟ هما ما بيرضوش يخلوه يلعب معاهم. لما ايه؟ ما بيخلوهمش يلعب معاهم. هو مين اللي ما بيخليهم؟ هما ما بيرضوش يخلوه يلعب. ليه كده يا يامن؟ ايه ده؟ طب وبتعمل ايه لما بيقولوا لك كده؟ ماشي. بتقوم يا حبيبي مستسلم قوي. قاعد في الملعب مش بيعمل حاجه. بجد؟ طب مش نعلمه يا ماما يا محاميه ازاي ندافع عن حقوقنا؟ مش نعلمه ولا ايه؟ ما انا معلمان، هو يعني مره بتلعبه مره يعني. أيوه على حسب مرة الفريق يبقى اكتمل خلاص. أيوه استنى بقى لما يكتمل المره الجايه. ايوه بس مش كل مره، ممكن لو هم فضلوا يقعدوه كتير لازم يطالب بحقه ان هو يلعب. هو اكيد بيطالب مره. أيوه يعني شطور يا يعني. ماما قولي لي بقى لاستاذه نايا. بالظبط ليا ونايا وايه اساميكم؟ والله انا عارفه ان انا تعبتكم معايا. نايا بقى ايه اكتر اكله بتحبي تاكلها؟ بتحب فاصوليا ولوبيا. الله بجد؟ ده ايه اللذيذه دي، مزاج قوي. فاصوليا ولوبيا. شطوره والله العظيم. طيب قول لي يا استاذ يامن،
مين اكتر حد بابا بيتخانق معاه في التليفون؟ مصطفى. مصطفى؟ مصطفى ده محرك في الشغل؟ اوكي. طيب يا نايا قولي لي مين اكتر حد بابا بيكلمه في التليفون؟ مامي. مامي؟ اوكي ده لا اوكي حلو برافو نايا. ايوه خليكي مستمره. هو بيقول لك سطر هو ده الكلام. طيب اخر سؤال عند الاستاذه ساندرا. قولي لي يا ساندرا ايه اكتر حاجه لما بتعمليها ماما بتتضايق جدا جدا منك؟ لما تتخانق معايا. بتتخانق معايا من ليه طيب يا ساندرا؟ بنخ. وبترخمي ليه؟ ده ايه البلطجه دي؟ ليه بترخمي ليه؟ هو بيبدا يرخم راح انا برخم. تقومي انت مدافعه نفسك ومرخمه، طب ينفع كده نفضل نقعد نرخم على بعض؟ لا. ما ينفعش صح؟ مين بقى بيبقى عاقل في الاخر؟ انا، احنا الاثنين. هو قال انا. وانت بعد الاداء ده هصدقه هو، بس هصدق برضه انت ساعات بتعدي الموضوع وبتبقي برضه ايه؟ طيبه كده وحلوه. ماشي، الاستاذه نايا. يو. يو. ماشي. قولي لي مين اكتر حد ماما بتكلمه في التليفون؟ مين؟ مايا. مايا؟ مايا دي مايا صاحبتها؟ لا اختكم الكبيره. اختكم الكبيره قلتي لي بقى. ماشي اوكي. طيب واضح ان احنا عارفين بعض كويس الى حد ما.